السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا. كما راكم تشوفوا في العنوان اللي بغيت نبارطاجي معكم فيديو اليوم. الفيديو تاع اليوم تاع مشتريات تاعي اللي شريتهم للسفر من شيئين. وإلا راكم جداد ما تنساوش تخلوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتخلوا لي لايك للفيديو طبعا الى عجبكم. كما راكم تشوفوا جاو عنسا كومونديتهم لو برومي جوكوا وياو جاو اليوم، جاو نورمالمون يجو البارح بصح كوم كنا في الحد صافي جاو اليوم. الوغ قعدوا كيما قالوا هما لك 9 ايام 10 ايام يكونوا عندكم مع شهر صاليتو، فاني كتبوا بلي كاين دي غوتار مي سافا وصلوا. اول حاجه نبداكم بهذو الصوالح الصغار هكا اللي جاوني. وصلتني هادي، نخليها لكم. وصلت ما شفت بلي في هادي، حليتهم انا ديجا شفتهم. وصلتني هادي جايه هاديك تاع لي تقلع كاع الشعر الزائد في الوجه. وصلتني هادي بصح يليق لها البيلا، دوك نديرها لها فوالا ما سييتهاش. وصلت حتى معها هذه باش شيتها هكا صغيره باش تنقل لهنا. شوفوا كيفاش جايه شابه بزاف، وكانت بخي تاعها رخيص، كانت دوغو يكال هكا ما كانتش غاليه مع الريديكسيون لي مع كود برومو لي يعطوه لك دائما، كانت رخيصه. شوفوا كي مليحه، تنجموا ديروها في ساكم ولا ديروها يعني حاجه براتيك تخرجوها معاكم. هادو وهذه هذيك الاخرى ماجيك تاع الكور، هذيك ما على باليش كيقولوا لها بالعربيه، بصح جايه كيما كا ماجيك راني بنلع ما بغيتش ناخرها. شريناها هكا بنسيوها بصح جات كيما عرقانه ما على باليش الا سي نورمال ولا. وهذه قالوا بلي تقلع بزاف الوسخ يعني في الكور، حاشاكم ما على باليش الا نيشان ولا لا. وهذا جيلي هكا الولدي تاع السفر فاني كيما هذيك تاع اللي تقلع الشعر الزائد من الوجه، هذيك تاع سافر تنجمو ديروها في ساككم هكا ولا صافي براتيك. هذه هي جيلي كيما هكا تاع البلاج، جبت له وحده هكا الازرق، وجبت له هذه كيما هكا قوي جايه هكا لا شابه بزاف عجبتني. ان شاء الله غير لهنا اللي كيجي براتيك يعني كاين نورمالمون كاين اللي يديروا فيهم اللاج، بما على باليش هذه لا فيها ولا. سنقراها من بعد ونحلهم كاع ونشوف الى ننسفهم نشوف الى سافا ولا. راكم عارفين بلي دي فوا يكونوا فيهم ثقب هكا ولا ما يكونوش ملاح، نشوفهم قبل. سليم ولامور. وجبت له لبسه كيما هكا تاع البحر، عملي فاتفني ما على باليش الا بارطاجيت معكم. شريت له وحده مي لبسه كومبلي، وهذه خطره لا جبتها له شورت وتريكو جايين كيما هكا تاع بلاج. سالي ماركه ايا، وفيها الشورت كيما هكا تنجمو ما ديروش هذا التريكو تاعها، تخلو له غير الشورت. شوفوا كيفاش مليح فوالا جاي هكا. حاجه مليحه في شيئين يجو كاع مبروتيجين كيما هكا. وهادو لي ساشي انا دائما نغارديهم ما نقيسهمش، دائما نغارديهم وتسيبو هكا شديرو فيهم. هذه جبت كاميرا هكا للدار، بغيت نسييها، شفت كاع الناس يهضروا عليها بلي جايه مليحه وكاع، بغيت نجربها الى نيشان هكا ونديروها. تنجمو وجايه بروتيجي بيها ايتو، تنجمو تحطوها بعد عليكم، تنجمو تحطوها كيما هكا، تنجمو تحطوها كيما هكا ولا تنجمو ولا تنجمو تبلعوها تحلوها هنا وديروها في اللامب نورمال صافي تشعل لكم نورمال. والدور كما راكم تشوفوا فيها الدور كاع يعني تمشي حساب لي موفمون تاع الدار، حساب لي موفمون يكونوا الناس يدوروا فيهم. تنجمو ديروها بالخيطان كما قلت لكم محطوطه هكا، ولا تنجمو ديروها كيما لامبول كيما لامب هكا في السما. تنسيها ونقول لكم رايي فيها الى نيشان براتيك ولا يليق لها كارت ميموار معاها. وعطاو حتى لي فيس تاعها باش تلصقوها. شوفوا فوالا هذه هي، هذا جا وحده هكا كولي صغير جا وحده يعني ما جاش معاهم. اللي هو هادو براسلي تاع الناموس جايين نورمالمون ملاح فيهم هكا ريحه تاع كيما في ليو هكا وكاع يعني صوالح لي ديجاجو الانتي موستيك.
ايوا وديروها صافي تركب كيما هكا وتبلعوها غير بهذا. هذه اللي ما عجبتنيش فيها تبلعوها غير بهذا صغير، بصح هذه ديروها له في الليل يعني لولدكم ولا دي ولا بنتكم ديروها في الليل. انا جبتها هكا وجبت هذا تاع ديناصور، جبت له زوج، جبت له هذه وريحتها شابه بزاف يعني ما نظنش بلي على جدي الريحه ما يجيش. هنا دايرينها لك بالليل الليل. والحاجه اللي ما وريتها لكمش، الحاجه اللي مليحه فيها شوفوا هي ديريها له في الليل ويرقد تطلق ديجا الريحه تاعها، وكل ما يبوجي الانفون صافي تشعل الضوء، كل ما يبوجي تشعل الضوء صافي، كل ما يدير موفمون في الليل ولا تعاود تشعل وما يدوروش به. فوالا هذه حاجه مليحه يعني توريها لولدك هكا ولا تعجبه. انا ولدي نطيق نديرها له غير في الليل بسكو في النهار ولا يقلعها طاق يقلعها نديرها له غير في الليل. وهذوك تاع اللي وريتهم لكم ديك خطا اللي شيتهم من اكسيون، هذوك هما اللي نديرهم له في النهار، هذوك لي زو شوكولو هذوك ستيكرز هكا تاع دخري نديرهم له في النهار. وكمانديت له هذا الشابو كيما هكا مكتوبه فيه لهنا كينغ، كنحلو فوالا جاي كيما هكا مكتوبه فيه كينغ وجاي في النوار يعني يلبسوا مع كل شيء. وانا سيرتو جبت وهذا فيه نورمالمون خيط من الداخل باش يجي ريغلابل، بصح انا رحت جريته كامل يعني نقدر نعاود نرجعو فما ندلو كاش حاجه ونطيق نرجعو. فوالا مكتوبه فيه لهنا كينغ. وانا جبتو له مع هذه اللبسه هكا، هو ينجم يلبسو مع كل شيء بصح انا بليس على جال هذه اللبسه جبتو له جايه كيما هكا. فوالا مكتوبه فيها فاني كينغ مع الشورت تاعها جاي في المارون يعني حاجه شويه متبدله. هذا جاي في البلو هكا راكم تشوفوا فيه في الكاميرا، لهنا عندي انا يبان في النوار بصح في الكاميرا على جال الضو راه يبان نيشان في البلو. شوفوا الديفيرونس بينو بينو راكم تشوفوا، مي عندي انا راهم يبانو كيف كيف. فوالا وهذا الشورت تاعو جاي هكا لك يا كتان تاعها مليح هكا كيما قطن هكا، ماهوش يعني يابسين ماهوش ناشفين ولا مش عارفه يقولوا يعني جايين ملاح للكور تاع الطفل. بصح انا نغسلهم كاع، قولوا لي انتم فاني كي تكوموندو هكا عندهم ولا الا تغسلوهم. انا كمان نغسل سورتو تاع ولدي نغسلهم. وزدت كومونديت له هذا بولو عجبني بزاف بزاف عجبني بزاف. انا فاني عندي كولر كيما هكا لك هي ميم كولر في النوار وبلون روج، وبغيت هكا نسق معاه جبت له هذا، جبتهم له شويه كبار هكا باش يجو هنيشان يعني شويه لاطي 5 سنين جبتها باش يجو هنيشان. فوالا شوفوا كيفاش شباب نسقم لكم هكا. فوالا شوفوا كيفاش داير كيما قلت لكم نغسلهم كاع هكا خير باش يكون نورمال. هما يديروا لهم الدواء نورمالمون يديزانفيكتوهم، مي مالغري سا الواحد يلاخرهم خير نغسلهم خير. وزيد جبت له لبسه كيما هكا، انا نبغي بزاف لا كولور هذا البلو نبغيه بزاف. هذا الكتان تاعو ماهوش كيما هذاك، هذاك الكتان تاعو ما يتكرفص ما والو يعني جاي كيما لي مايو هكا شكوا كيما لي مايو دبا ولا مليح للبلاج هكا الا تخرجوه من البلاج ولا تلبسوه له. بصح انا عجبني بزاف مانيش حنخليه له البلاج، عجبني بزاف. شوفوا كيفاش شباب مع الشورت تاعو في النوار يبان لكم هاكم تشوفوا فيهم لهنا بلي هذا هو الماتيغ تاعهم شوفوا. وجاي عجبني فاني هو، انا نبغي هكا لاستيكات اللي يكونوا طريين في الكرش يعني ما يضروحش. فوالا شوفوا هنايا شباب بزاف عجبني بزاف هذا الاونسومبل هذا هكا ورخاص راكم عارفين لي زونسومبل عندهم جايين رخاص في شيء يعني حاجه مليحه. وجبت له سالوبات، انا ودي جامي درت له هكا لك يا السالوبات هادو، دروك درتها له كيما الشورت سالوبات بصح هي شورت كيما هكا تنحطها لكم تندير لكم لا فوتو تاعها كيفاش تجي في اللبسه، تجي معها هكا مع باسكت بلون ولا تجي شابه بزاف. شوفوا كيفاش دايره شابه بزاف بزاف عجبتني، ونديرها له مع حاجه بلون تجي توب. وهذه لبسه ليا انا تاع هذاك البوركيني تاع بلاج يقولوا له هكا نورمالمون تاع بلاج ايا وعجبني بزاف. شريت هذا لا كولور وعجبتني بزاف فوالا كلشي طاح عجبتني بزاف بزاف. هذه جاي هكا السروال تاعها جبتو في المارون، نخلي لكم لا فوتو تاعها لهنا ملبوسه تاع السيت ملبوسين.
فوالا. وهذا هكا باش ديروه في راسكم، يعني الشابو تاعها ديروه في راسكم، وهي جايه هكا من الفوق. نحطها لكم مليح باش تشوفوها، جايه مسطوره يعني حتى للكرعه تحت، يعني حتى وين صافي درق لكم كاع السرواب اللي جاي مزير. شوفوا كيفاش دايره، فيها هكا تشريعات شف هادو، فيها لهنا فاني في اليد فوالا، وهنايا حتى لهنا فوالا جايه كيما هكا، وجايه طويله يعني باش نوريها لكم، جايه طويله شوفوا حتى للتحت، جايه طويله شابه بزاف. عجبتني هذه اللبسه وفوالا. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم، ونتمنى ما طولش عليكم، ونقول لكم الى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم، باي باي.